السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين هذيك الشجرة الجميلة ذات الألوان أو الزهور البيضاء؟ هذه الياسمين الهندي، احنا في السلطنة نسميه النرجس، وهذا متعارف عليه. إن كان ياسمين هندي أو النرجس تبقى الشجرة جميلة تبارك الله، تزين حديقة المنزل أو الاستراحات. عموما يا أخوان، ترى واصلة قريبة الطابق الثاني، لاحظوا تبارك الله التفرعات ما شاء الله، والمجموع الخضري متحمل للحرارة ذات الورود البيضاء. أخواني، ترانا موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى راح نكثر من هذه الشجرة، تكاثر هذه الشجرة النرجس. وطبعا يعني في ألوان مختلفة، يعني منها الأبيض هذه والأحمر والدبل فلور، بين الأبيض والأصفر والأبيض والأحمر والأصفر والأحمر، يعني أشكال وأنواع من الألوان من هذه الشجرة. تخيلوا يا أخوان، ترى لاحظوا هذه الشجرة في احتمال نهاية أو بداية شهر 10 ميلادي، يعني على براد الجو راح يتم عملية قصها بالكامل. والله خسارة، في أسباب معينة ترى يا أخوان. لاحظوا ساق هذا اللي طاح بسبب الرياح وتدكيت على الجدار، وبعدين تفرعت تبارك الله، لكن السبب الأقوى أنه راح يتم عملية التخلص منها بالكامل بسبب بناء إنشاء بناء، يعني إنشاء جدار، إنشاء بناء غرفة، شيء من هذا القبيل، واضطر أنه يتم عملية قصها بالكامل. لكن فرصة، ترى فرصة يتم عملية تكاثرها يعني بكميات كبيرة. على فكرة يا أخوان، ترى أي فرع، ما في مثلا فرع الصغير هذا يستوي ولا ما يصير، وهذا الفرع الكبير متخشب يصير ولا ما يصير، جميع الأفرع إن كانت الصغيرة أو إن كانت الكبيرة ممكن تكاثرها. ترى على فكرة، كل ما كان الساق أو الغصن هذا متخشب، كل ما كان النجاح 100%. تابع يا أخوان، تابع، راح أعلمكم طريقة يعني بالتفاصيل الممل كيف نكاثر من هذا النرجس أو الياسمين الهندي. تخيلوا كم أطلع من هذا هذه الشجرة الوحيدة، والله أنا أقول لكم يمكن 500 شتلة إذا ما أكثر، بعدنا يمكن أبالغ، يمكن أنا أقول لكم أكثر. الخطوة الثانية، يتم عملية قص الأوراق بالكامل عدا البرعم النامي اللي في الأعلى بهذا الشكل، ونستمر في قص جميع الأوراق بهذا الطريقة. بعض الأسئلة قالوا إنه ليش ما نحطها مع الأوراق، في احتمال إنها تذبل وتموت وتطيح، وهذا عشان نفس الشيء إنه ما يكون ثقل للشجرة بعد زراعتها في الأكياس التشتيل، ما يطيح أو تتمايل أو شيء من هذا القبيل، عشان كذا تكون ثابتة وإن شاء الله راح تكون تجربة ناجحة. تابعونا. الخطوة من بعد، يتم عملية تنظيف المكان، نظف والخطوة من بعد إن شاء الله نجيب أكياس التشتيل. طبعا مثل ما تلاحظوا أكياس التشتيل مثل هذه السوداء، أو أصائل زراعية أو أحواض أو أي شيء، وطبعا نختار التربة الطينية البحت من المزرعة. أجمل وأنجح تكاثر الياسمين الهندي التربة الطينية مثل ما ترون من المزرعة، عادي ما عندكم مشكلة، بدون خلط أي تربة أو أسمدة ثانية. ومن بعد يتم عملية تعبية الأكياس بالتربة الطينية البحتة. ومن بعد يتم عملية زرع أو تشتيل أعواد الياسمين الهندي أو اللي احنا نسميه النرجس. طبعا هذه واحدة جهزت،
ونستمر في التشتيل طبعا. خلي يلا ليل ليل. يلا عاش. ومن بعد يا اخوان، بعد ما انتهينا من وضع الاواد في الاكياس التشتيل، نحاول يا اخوان ما نحطهم كذا، يعني كذا ممكن نحطهم كذا، ولكن بعض الاحيان سبحان الله تطيح الشتلة او الكيس بعد ريها، يفضل دفن النص اكياس الزراعية عشان انه تثبت الشجرة ما تتحرك، ونفس الشيء يكون ريها باستمرار، يعني كما تقول كل اسبوع مرة، كل 3 ايام مرة ما عندكم مشكلة. لكن في هذا المكان اللي انا مصور الحين يسقى بالفلق، المكان هنا يسقى بالفلق في اول خطوة انه يتم عملية ريه بشكل عادي، يعني ما عندكم اي مشكلة بهذه الطريقة. ومن بعد يتم عملية ريه لكل 4 ايام مرة او 5 ايام مرة، للعلم ما عندكم مشكلة تعرضون للشمس. هذه الشتلات الجديدة ما عندكم مشكلة تعرضون للشمس يا اخوان. طبعا هذا الشتلتين تم تجربتهم وتكاثرهم قبل 4 شهور. خلاص هذه جاهزة مرة مرة تبارك الله، راح اراويكم الجذور من تحت. تخيلوا شتلات ترى مجانية، يعني لما تكاثروا بهم وعندكم أشجار أم، ما أقولكم إنكم ما تشتروا من المشاتل، ولكن هذه الطريقة تغنيكم عن الشراء من المشاتل. وأصحاب اللي يبيع في المنازل أو في أصحاب المشاتل فرصة، ترى قربوا هذه الطريقة. إيه لاحظوا الجذور تبارك الله، لاحظوا. راح يتم عملية فتح الكيس لنرى الجذور تبارك الله بعد مرور 3 شهور 4 شهور 5 شهور، ما عندكم مشكلة. لاحظوا الجذور تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وإذا عجبك الفيديو حط متابعة للقناة وشارك أصدقائك، وإن شاء الله راح تكون صدقة العلم نشره وتعليمه. طبعا هذه بعض الصور من النت للتوضيح، ألوان مختلفة تبارك الله. وجزاكم الله خير وألف صحة وسلامة، وقت ممتع.